صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقتنا النهارده هي زياره لمشروع جديد من مشاريع اماكن انتيريورز. المشروع عباره عن تشطيب شقه بالكامل بكومباوند ارت سيتي. تعالوا نتفرج عليها سوا. مشروعنا النهاردة هو تشطيب شقة بالكامل في كومباوند ارت سيتي. بنستلم الشقة على المحارة وبيتم عمل جميع اعمال الديكورات الداخلية والتشطيبات والاساس والمطبخ من خلالنا، وبنسلمها على المفتاح وبنلجأ لبعض التعديلات المعمارية لو لزم الامر علشان نوصل بالتصميم للمستوى اللي بيرضي العميل. تصميم الشقة سيمبل مودرن، وزي ما احنا شايفين عملنا الحوائط كلها فاتحة عشان تدينا وزن. قطع الأساس كلها باللون الجري الغامق. جلدنا حيطة التلفزيون بألواح الستريبس كلادينج باللون الخشبي. المكتبة معلقة باللون الجري المات وحواليها إضاءة ليد، وثبتنا فوقيها لوح خشبي كبير بديل الرخام اللي ثبتنا عليه شاشة التلفزيون، وعملنا من وراها إضاءة ليد مديانة شكل جميل. بتقوم شركتنا أماكن انتيريورز بتنفيذ جميع موديلات الكنب والأساس بمنتهى الدقة والإتقان. جميع أعمال الأسقف الساقطة والجبسن بورد وتوزيع وحدات الإضاءة والسبوتات بتكون على حسب التصميم المتفق عليه. ترابيزة السفرة زي ما احنا شايفين سيمبل بقعدة خشب ولوح رخام. كراسي السفرة بتصميم مريح وبسيط ومتنجدة باللون الرمادي. الكونتراست ما بين لون الحوائط الفاتحة وقطع الأساس الغامقة والمطعمة بأجزاء باللون الخشبي، كل ده بيحسسنا بوسع المكان. وندخل على منطقة الطرقة، هنلاقي قدامنا دولاب كبير بيلت إن بيستعمل كوحدة تخزين وكجزامة. الدولاب من خشب ال HPL الجراي المات. وندخل على الحمام الصغير، وزي ما احنا شايفين اختيار السيراميك برضو باللون الجراي. وحدات الحمام اللي تحت الحوض بنفصلها على حسب مقاسات الحمام بتاعنا. بتقوم شركتنا أماكن انتيريورز بجميع أعمال السباكة والتشطيبات. وندخل على المطبخ، زي ما احنا شايفين مساحة المطبخ مش كبيرة قوي، إنما قدرنا إننا نستغل مساحته كويس جدا. وعرفنا كمان نحط ترابيزة صغيرة بكرسيين جوه المطبخ. درف المطبخ من خشب ال HPL المات جراي فاتح وغامق، وعندنا درف تانية من زجاج الفيمي الغامق بفريم ميتال اسود. التجاليد الداخلية للدرف الزجاجية بالشكل الخشبي. وده مكان المطبخية. استعملنا الإضاءة الليد من تحت المطبخ عشان يدينا شكل جميل.
قرصة المطبخ والتجليدة من رخام كرارة تركي. غرف المطبخ كلها سوفت تاتش. استخدمنا أغلب الأجهزة والإكسسوارات باللون الأسود والسيلفر. الأدراج اللي تحت البوتاجاز بتكون عملية جداً. بيتميز شغلنا أماكن انتيريورز بالدقة والإتقان والذوق الراقي. وبندخل على غرفة النوم وبنشوف التعديلات اللي احنا عملناها فيها. درف الدريسنج مصنوعة من فريم ميتال اسود وزجاج في مي غامق. الإضاءة الليد مدية للدريسنج شكل جمالي وإضاءة مريحة أثناء الاستخدام. وندخل على حمام غرفة الماستر وهنلاحظ اختيار ألوان السيراميك والخشب والأبواب كلها بنفس الروح عشان يبقى فيه تناغم في ألوان البيت كله. وندخل على غرفة الولد. صممناها بألوان شبابية. الغرفة مكونة من مكتب كبير وفوقيه مكتبة، والناحية التانية دولاب كبير وسرير بكومود. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير لكل أصحابكم، وما تنسوش السبسكرايب عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.